وهنبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقع مبتدأ ونقرأ: بدء أولى جلسات الشيوخ اليوم برئاسة جلال هريدي وإذاعتها على الهواء. يبدأ اليوم الأحد أولى جلسات مجلس الشيوخ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد بعدما اكتمل تشكيل المجلس بإعلان أسماء المعينين. وقررت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بث وقائع أولى جلساته على الهواء مباشرة. ويترأس الجلسة الافتتاحية جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن بصفته أكبر الأعضاء سنا، وهو المولود في عام 1930، ويعاونه في إدارة الجلسة أصغر الأعضاء سنا. وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم بعد ذلك أداء اليمين الدستورية، ويعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين. وخصصت الأمانة العامة للشيوخ القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة وشبكة واي فاي للدخول على الإنترنت. وإلى بوابة الأهرام نقرأ: انتصار السيسي ناعية والدة الشهيد منسي، نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات. قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل. كانت الفقيدة ممن سطرنا بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن، أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمنا النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن. وأضافت: نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يجمعها بالبطل الشهيد في جنات النعيم، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان. وننتقل إلى اليوم السابع ونقرأ: 23 مليون طالب ينتظمون دراسيا اليوم في 60,000 مدرسة مع مراعاة إجراءات كورونا. تنتظم اليوم الأحد الدراسة في جميع مدارس الجمهورية بإجمالي 60,000 مدرسة، حيث تستوعب قرابة 23 مليون طالب وطالبة على مستوى المحافظات وسط تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية. وقال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم من دون التأثر والتأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، لافتا إلى أنه تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميا، فضلا عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء، ويتم التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة. وتحدث وزير التربية والتعليم عن مصادر التعلم التي سيتبعها الطلاب خلال العام الدراسي المقبل، وجاءت كالتالي: الصفوف من كيجي 1 وحتى الثالث الابتدائي سيكون لهم الأولوية في الحضور بالمدارس، لأن نظام التعليم الجديد النسخة الثانية يعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل. الصفوف من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادي سيتم توفير 3 محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلا عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت. الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي في هذه المرحلة وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم، بالإضافة إلى أجهزة التابلت والتي سيتم تسليمه للطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة. وأعلن وزير التربية والتعليم عن إنشاء منصة جديدة باسم منصة التعليم المصري، وهي منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر التعلم. ونذهب لموقع مصراوي ونقرأ:
زيادة الإصابات، الصحة تعلن بيان كورونا. أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس خروج 68 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98,157 حالة حتى اليوم. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 10 حالات جديدة. وقالت الوزارة إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 من مايو عام 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 105,297 حالة، من ضمنهم 98,157 حالة تم شفاؤها و 6,109 حالة وفاة. ومن الوطن نقرأ: رئيس جامعة عين شمس اليوم الأول للدراسة كان مختلفا ومتميزا. قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن اليوم الأول للدراسة في الجامعة كان يوما مختلفا وبداية متميزة للعام الدراسي الاستثنائي في تاريخ البدء، وتم إصدار قرار أكثر تفصيلا بخصوص ارتداء الكمامات في الحرم الجامعي. الموضوع مش ماسك وبس، ولكن في محاضرات توعوية للتعريف بخطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية. وأضاف المتيني أن ما تقوم به الجامعة ليس تشددا، لكن حتى يتم استكمال العام الدراسي بأقل إصابات بفيروس كورونا وحفاظا على الطلبة، وحتى يتم استكمال العام الدراسي بشكل صحيح، موضحا أن جامعة عين شمس من أوائل الجامعات في افتتاح مستشفيات العزل، وهما مستشفى العبور التخصصي وأول مستشفى ميداني وسعتها 250 سريرا و 150 سريرا للرعاية، نتمنى ما نحتاجش ليهم. وأكد أنه تم وضع خطة واضحة للتعامل مع الطلاب حال ظهور أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم، ويتم إخضاعهم للكشف الطبي في العيادات الموجودة في الجامعة والتي تم تدريب الأطقم الطبية على كيفية التعامل مع مثل تلك الحالات. وإلى بوابة أخبار اليوم نقرأ: الكهرباء، إغلاق باب التقديم على العداد الكودي خلال أسبوع. أعلن وزير الكهرباء والطاقة دكتور محمد شاكر استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر 2020. وتستقبل المنصة عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية. وأكد شاكر أن منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الكهرباء استقبلت نحو 1,800,000 طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وذلك منذ فتح باب تلقي الطلبات أول يوليو وحتى ذلك الوقت. وأشار شاكر ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم خلال المنصة الإلكترونية. ومن الشروق نقرأ: مترو الأنفاق يقدم هدايا رمزية لعدد من الركاب. وصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مفاجآتها لجمهور الركاب، حيث قدمت للمرة الثانية خلال أسبوع هدايا رمزية لعدد من الركاب عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الثاني محمد نجيب الدقي
ساقية ميكي. ووجه رئيس شركة مترو الأنفاق على علي الفضالي والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة خالد صبرة باستمرار تواجد المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطات الخطوط الثلاثة، وذلك لاختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب. تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيها كهدية للركاب من الشركة، حيث يمكن استخدامه بديلا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى 5 سنوات، حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر. وأهدت الشركة عددا من الكروت الذكية لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب، حيث أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التي تقدم داخل محطات مترو الأنفاق، وعبروا عن سعادتهم نحو الاتجاه التي اتخذته الشركة بمفاجأة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق. ومن أخبارنا الرياضية نذهب إلى موقع الجمهورية ونقرأ: الأهلي يضع قدما في نهائي إفريقيا ويكتفي بثنائية في شباك الوداد المغربي. حقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نظيره الوداد المغربي بثنائية من دون رد في المباراة التي أقامت على ملعب محمد الخامس ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. بدأ الأهلي بهجوم ضاغط على دفاع الوداد واستحواذ على الكرة، لتأتي الهجمة الأولى في الدقيقة الثانية بعد الحصول على كرة ثابتة تحولت عرضية داخل منطقة الجزاء ليلعبها ياسر إبراهيم بالرأس أعلى العارضة. وأحرز الأهلي الهدف الأول عن طريق محمد مجدي أفشة مبكرا بعد مرور 4 دقائق فقط، وفي الدقيقة 39 احتسب الحكم جاني سيكازوي ركلة جزاء لصالح الوداد بعد كرة مشتركة بين الشناوي وجباجبو مجبي ليصوبها بديع أوك، إلى أن حارس الأهلي تصدى لها قبل أن ترتد للاعب الوداد الذي صوبها أرضية ضعيفة بين يدي الحارس من جديد. وتلعب أجاييه بدفاع الوداد في الدقيقة 60 من اللقاء داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية تجاه المرمى، لكنها ارتطمت في يد يحيى جبران ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي. وتصدى علي معلول لضربة الجزاء ليضعها في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى في الدقيقة 62 معلنا عن ثاني أهداف الأهلي وتقدم بطل مصر بثنائية. وننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن سكاي نيوز عربية نقرأ: إسرائيل العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع البحرين تبدأ الأحد، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل والبحرين ستضيفان الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال حفل الأحد في المنامة بعد توصلهما إلى اتفاق سلام بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وقال المسؤول الإسرائيلي لصحفيين في المنامة إن وفدا إسرائيليا زار ومسؤولين من البحرين سيوقعون بيانا مشتركا سيشكل انطلاقة لعلاقات دبلوماسية كاملة. وأضاف المصدر نفسه أنه بمجرد توقيع الوثيقة خلال الحفل المقرر مساء اليوم الأحد ستتمكن إسرائيل والبحرين من افتتاح سفارتين. ووقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن عام 1994 ومصر عام 1979. ونختتم جولتنا في صحافة اليوم من موقع العربية ونقرأ: سيناتور ديمقراطي يدعو لفرض عقوبات على تركيا. أردوغان ترضعه الأفعال فقط. شن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ سيناتور روبرت مينينديز هجوما حادا على تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تشغيلها نظام الصواريخ الروسي S-400، قائلا إن أردوغان ترضعه الأفعال فقط، داعيا إلى فرض عقوبات مشددة على أنقرة. وقال سيناتور مينينديز في بيان: الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لم ترضعها مناشدات بسيطة من إدارة ترامب.
أردوغان لا يرضعه إلا الأفعال وليس الأقوال. وتابع في يوليو عام 2019 تسلمت تركيا منظومة S-400 في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية التي فرضها قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات. لقد تجاهلت إدارة ترامب القانون وأضعفت يدنا ضد بوتين كما شجعت أردوغان مما أدى إلى اختبار الصاروخ اليوم. من جهتها دانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قيام تركيا بتجربة نظام صاروخي روسي الصنع، وهو نظام أسلحة يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه يمكن أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.